لنكن من المحسنين، سابقوا إلى الخيرات في شهر الخير والعطاء، وتابعوا فقرة بيت الخير ضمن برنامج صباح رمضان برعاية جمعية بيت الخير. بإذن الله بيكون عندنا فقرة يومية من جمعية بيت الخير وبنعرف آخر أخبارهم دائما في صباح رمضان. اليوم ويانا سعادة سعيد مبارك المزروعي نائب مدير عام جمعية بيت الخير، بيخبرنا عن حصاد عام 2021، عن الميزانية، عن حملة رمضان وعن الكثير من الأخبار. بداية نصبحك بالخير ومبارك عليك الشهر. مبروك عليكم الشهر، أهلا وسهلا بيت الخير. سعيد مبارك المزروع وياكم، صبح بالخير وبالرضا إن شاء الله وبالعطاء بحكومتنا الرشيدة ولإشاعة دولة الإمارات والمقيمين على هذه الدولة بكل خير إن شاء الله. تخبرنا عن ميزانية أو حصاد جمعية بيت الخير لعام 2021، يعني السنة اللي طافت. السنة اللي طافت نعم، الحمد لله تكللت بالنجاح ووصل الحصاد إلى تقريبا ما يقارب 145.4 مليون. نعم، اللي هو طبعا انطلق في سنة 2021 2022، والحمد لله لقد وصلت الميزانية بناء على دراسة، بناء على المعطيات اللي موجودة، ونأمل من الله. وطبعا اعتمادها من معالي جمع الماجد وخليل جمع النابودة ومجلسنا الموقر اللي هي تقريبا 125 مليون نعم ان شاء الله راح تكون الميزانيه اللي حملت 22. نعم، وحملت يعني جهزت ميزانيه 2022. والله 2022 ومن المحسنين، وان شاء الله انكم تكونوا معانا من المحسنين دائما ان شاء الله. نحن طبعا هذا الامر عادينا والحمد لله قد عدينا هذه الحمله لنكن من المحسنين إن شاء الله. سوف تكون الاستفادة ل 56,000 أسرة إن شاء الله خلال عام 2020، 36,000 أسرة ميزانيتنا اللي هي طبعا نتكلم عنها رمضانية إن شاء الله، اللي هي ميزانية الحملة 45 مليون، وإن شاء الله أنها تكون مغطية للمير وباقي الأمور المتطلبات اللي موجودة. كذلك المير رايح يكون إن شاء الله 5 مليون يغطي 5,000 أسرة. وكذلك عندنا إفطار الصائم، ونحن طبعا في إفطار الصائم إن شاء الله رايحين نوزع في حدود 600,000 وجبة. هذه هي طبعا تطلعاتنا لهذا العام، وإن شاء الله الحملة طبعا الحملة الماضية وصلت إلى 63 مليون درهم، لكن حملتنا هذه نحن حددناها بهذا الوضع، وإن شاء الله أنها تكون من المحسنين ناجحة كما نجحت الحملات السابقة، وأنتم إن شاء الله بيكون لنا لقاء يومي نتحدث عن آخر أخبار جمعية بيت الخير. تكلمت عنها قبل شوي، الحملة لنكن من المحسنين هي بدت بالأول من شهر رجب وبإذن الله بتستمر لين عيد الفطر إن شاء الله. إن شاء الله. نحن شاكرين لك هذه المشاركة، وأكيد بإذن الله يوميا نكون ويا بعض. سعادة سعيد مبارك المزروعي نائب مدير عام جمعية بيت الخير، خبرتنا عن أبرز مشاريع الحملة الرمضانية للجمعية، حصاد 2021 وميزانية العام الجديد وحملة لنكن من المحسنين. عساكم على القوة ويعطيكم العافية وشكرا لك. الشكر موصول لكم ولحكام الكرام ولكل المساهمين من
في الوطن دائما هم يعتبرون شركاء. واهلا وسهلا. شكرا لك. ومستمعينا نحن دائما متواصلين ويسعد صباحك. هذه الفقرة كانت برعاية جمعية بيت الخير اللي أعلنت جاهزيتها لاستقبال الشهر الفضيل واستكمال تنفيذ مشاريع الحملة الرمضانية لنكون من المحسنين اللي بدأت مع بداية شهر رجب وبتستمر بإذن الله لين عيد الفطر المبارك لدعم وإسعاد أكثر من 56 ألف أسرة مسجلة في بيانات الجمعية. ومستمعينا نحن متواصلين ويسعد صباحك. خلكم ويانا لنكن من المحسنين. سابقوا إلى الخيرات في شهر الخير والعطاء وتابعوا فقرة بيت الخير ضمن برنامج صباح رمضان برعاية جمعية بيت الخير.